الرسالة إلى كل رجل، هي ليست جسدا فقط ولا بين أدوات المطبخ، هي لم تخلق لتتحمل تفاهات المجتمع، هي تقرأ وتبني وتخترع وتكتب وتحب، هي طبيبة ومهندسة، والأجمل من ذلك هي أم، هي مقدسة، هي أنثى، هي كل شيء ولها كل شيء. ولو كانت المرأة أغبى أو أضعف من الرجل لما أتمنها الله في تربية البنات والبنين، فكلاهما يكملان بعضهما البعض. والسلام عليكم.